مساء الفل عليكم شباب. كان لسه دلوقتي حد بيسألني يعني ازاي تلاقي شغل. بص يا جماعه، صلى على النبي، احنا بنتكلم بقى بص بمنتهى الامان. انا بدور على شغل، بدور على شغل، في قدامي شغل، في قدامي شغل، بشوف ناس بتشتغل، بشوف ناس بتشتغل. فانا عايز اقول لك كلمتين كده للناس بقى اللي هنا، مش الناس اللي لسه ما جاتش. بص يا ابني، انت جيت هنا بعت اللي وراك واللي قدامك، عامل جمعيتين، مجمع مستلف مليمين عشان تيجي هنا. فانت ما تجيش هنا وتريح، انت اثبت لربك ان انت جاي تشتغل. يعني انت 6 الصبح دي تكون صاحي، عشان انا بشوف ناس بتصحى العصر 6 الصبح تكون صاحي. عايز تسهر اسهر، مفيش مشكله، اسهر 2 3، بس 6 تكون صاحي. منبهك ده يكون على 6، تبدا تتوكل على الله، تقدم على الانترنت، على لينكد ان، على نوكري جولف. يا ريت يا جماعه حد بس يكتب الاسامي دي لحد ما انا اروح وبكتبه في الكومنتات، عشان في ناس مش عارفه اسامي. اللينكد ان، نوكري جولف، انديد، ده فكك منه، مورجان، دوبيزل. دوبيزل ده بص يعني ناس من اهل الدوله اللي قالوا لي دوبيزل ده لا تستهان بيه. شركات الطيران كلها للناس اللي معاها انجلش كويس ومعاها خبرات كويسه. عندك ويز اير، ويز اير اتحاد، اللي هو طيران الاتحاد، فلاي اميريتس، فلاي دبي. تخش تقدم، تعمل لك ابلكيشن محترم عليه، انت بتفضل تملى ابلكيشن ما تزهقش، انت كل يوم تعمل كده. وبعد كده تخلص التقديم اونلاين، تنزل من الساعه 9 تبقى في الشارع، تلف تخش المولات، تسال هنا وتسال هنا وتسال هنا. هتيجي هتلاقي واحد مثلا يقابلك، واحد هياخد ريمينتك، واحد هيرشحك لحد، هتلاقي واحد بيكلمك. نزل على الفيس عندك، نزل على السوشيال ميديا عندك. ممكن يكون في حد مثلا بيدور على حاجه معينه ويلاقي الستوري بتاعتك بالصدفة، أو حد مثلا شغال ويلاقي الستوري بتاعتك بالصدفة. بس أنت اثبت لربك اللي أنت عايز تشتغل. أنا جيت البلد دي قسما بالله وحياة لا إله إلا الله، أنا نزلت مطار أبو ظبي، دخلت مطار القاهرة الساعة 4، وصلت مطار أبو ظبي الساعة 12 بالليل. بعد كده وصلت دبي حوالي الساعة 2 بالليل، تمام. عقبال ما وصلت الفندق ولا الهوست اللي أنا كنت نازل فيه، كنت واصل الساعة 8 الصبح. 8 الصبح أنا ميت، أنا بلف بشنطتين وكيس، أنا ميت. يعني عقبال ما نمت على الساعة 10 الصبح. أنا الساعة 2 كنت بلف في البلد على شغل. أنت كده جاي تدور على شغل، ربك هيرزقك، ربك عارف إن أنت بتتعب. ما جاتش النهاردة هتيجي بكرة، مش بتيجي من يوم. مش من يوم والله، مش من يوم. وبعدين أنت ما تقولش أنا جاي أنا محاسب عايز أشتغل محاسب. اشتغل في أي شغلانة. اي شغلانه هتعمل لك اقامه وهتظبط لك، يعني تديك راتب يكفيك اكلك وشربك ومواصلاتك، ويا دوبك تركن حاجه بسيطه على جنب بس يعني تحركاتك ماشي في الاول، مفيش مشكله. بس المهم يكون شغل كويس. انت هتعرف اللي هو كويس ولا مش كويس، هتحس يعني من كلامهم كده هتعرف اللي هو ده نصب ولا مش نصب، هتعرف ان الشركه دي تمام ولا مش تمام. فانت جاي هنا يا قاتل مقتول، انت جيت خلاص. انا كلامي مش اللي في مصر، اللي في مصر ده ياخد قراره براحته، انا نقلت له الصوره كامله. عايز يجي يجي، مش عايز يجي ما يجيش. انا ما بقولش لحد تعالى وما بقولش لحد ما بتجيش، لا، ما حدش بياخد برزق حد. انت برضك لو في حاجه وانت بتلف لقيتها قدام منك بس ده مش مجالك، قول لمجالك، يعني قول لصاحبك مثلا اللي بيدور هنا. فانا بحاول اشير معاك كل حاجه على قد ما اقدر، كل حاجه بتوصل لي ببعتها لكم، بنزلها ستوري في الانستجرام على طول. تابع محمد شعبان، في شخصيه محترمه، يعني انا لسه ما قابلتوش ولا شفته شكلا، بس يعني كتير قوي، يعني اول ما جيت هنا ناس كتير قوي كانت بتبعت لي صفحه محمد شعبان. الراجل ده يعني ما شاء الله بينزل كل الوظائف، اي وظيفه بتجي لي ببص الاقيها عنده. يعني الراجل ده ما شاء الله بيوصل له كل الوظائف. تابعه وقدم وظبط فورمتك، ظبط السي في، ظبط السي في بتاعك، ظبط الفورمه اللي انت بتقدم بيها، نوع يعني. وما تخل يعني اعمل مثلا 5 سي في مثلا بخمس شغلانات، ما تعملش سي في واحد بخمس شغلانات، هنا ما بيحبوش التنوع. زود خبرتك في السي في، زود السنين الخبره في السي في، تمام. يعني انت مثلا تكتب ان انت خبره، انت اشتغلت سنتين ثلاثه في شركه واحده، مش 6 شهور هنا وسنه هنا و6 شهور هنا، هما ما بيحبوش كده. وتوكل على الله وربنا هيرزقك. انت خدها يا قاتل يا مقتول، ما تفكرش في اللي ورا منك، انت دلوقتي فكر في اللي قدام منك. انت جيت خلاص عملتها وجيت، اخدت ريسك وجيت، خلاص كلها جايه، فاهم، متكسره ومتدمره وراها هم ما يتلمش. مش جايه تتدلع هنا، مش جايه تسهر على القهاوي، مش جايه تسهر على القهاوي ولا تسرمح مع توكل يا ابني على الله. يعني دي كان نصيحه لحد يعني
حد بعت لي يعني بيقول لي يعني قول له يدور على الشغل ازاي. بس انا ما بقول لك عليه كده، حضر فورمه كويسه تمام، واطلب مساعده من الناس. مش عيب، انا كنتش بطلب مساعده، بس كانت بتجيلي مساعده لحد عندي. انا في ناس عملت لي السي في هنا، قال لي مش عيب على فكره ان انت تطلب مساعده. قلت له انا ما بحبش ابقى تقيل على حد. قال لي مش عيب على فكره، انت ممكن يسالك في انترفيو انت محتاج حاجه، تقول له هات كوبايه ميه. ده سؤال في انترفيو، هو بيشوفك انت بتطلب وتتكلم مع الناس ولا لا، بيشوفك انت خجول ولا لا. ده اتقال لي بالظبط، اقسم بالله ده اتقال لي من حد عمل لي السي في، حد محترم هنا في الدوله تواصل معايا قال لي بعت لي صورتك وبعت لي السي في بتاعك، قال لي السي في بتاعك وحش انا هظبطه لك. الراجل ده تواصل معايا وعمله لي. فانت جيت خلاص هنا يا تيم مقفول، هتجيب شغل هتجيب شغل، بس طول ما انت بتبين لربنا ان انت بتسعى، مش اللي انت جاي تنام وتصحى العصر وبتاع. هنا مش مصر، هنا مش مصر، انت جاي تشتغل وتتمرمط وتعمل ملمين عشان تقف على رجلك. بس دي كانت نصيحتي، قدم اونلاين، اصحى بدري، صحيان بدري بيجيب رزق. قدم كل يوم. النهارده انت لو معاك 50 ايميل، بكره معاك 100، بكره بعد بكره معاك 150، تقدم عليهم كل يوم وتعيد وتزيد تاني وتعيد وتزيد تاني. ولو عندك وقت فاضي قدم تاني، لان لكل اتش ار هنا بيوصل له يعني 1000 ايميل في اليوم، ما بيقراش كله، هو بيبص كده يعني بيفلتره طبعا اي تي اس، وبعد كده بيشوف بيشوف مثلا عدد معين من الرسائل اللي هم بيجوا الصبح بدري. فما تجيش تصحى العصر وتقول انا هلاقي شغل، مش هتلاقي، صدقني والله مش هتلاقي. وخليك مختلف يعني، اسعى وربنا هتلاقيه يعني بيكافئك. انا زي ما قلت لك قبل كده، الدنيا دي جمعيه، خدت دورك النهارده، دورك بكره، دورك الشهر الجاي، السنه الجايه، ربنا ما بياكلش حاجه على حد، بس طول ما انت بتساعد. بس مساكم زي الفل.